طارق، أرجو أن تفهمني. لو لم أكن أعرف بأن أيامها معدودة ما طلبت منك الذي سأطلب. إني لا أصدق. لميس أيامها معدودة؟ هذا لا شك فيه، الأطباء كلهم أكدوا ذلك. ورم خبيث في الدماغ لا يمكن استئصاله. هذا إذن سر الصداع الذي ينتابها؟ أجل يا بني. طارق، أنا أب، وأنا أرجوك، بل وأتوسل إليك أن تتظاهر أمامها بأنك تحبها. أنا أعرف بأنك تحب رباب وأنك تنوي الزواج منها، لكنها مسألة أيام فقط. إنها تحبك أخفت عنك ذلك وعن الجميع. ولكن حين كانت في المستشفى قرأت مذكراتها. أنا أعلم بأني أطلب منك الكثير. أب يطلب من شاب، يتوسل لشاب أن يحب ابنته أمام ولديه. ليس في هذا كرامة، أعرف ذلك، ولكني أب. أفهمك. شيئان تحبهما في هذه الدنيا، أنت والثلوج. سنذهب إلى التزلج، سنقضي أياما، أرجو أن تكون طويلة. هناك سنجعلها سعيدة. يا إلهي يا إلهي، لماذا؟ إنها في عمر الورود. حين كنت أراها تتزلج على الثلج كنت أمازحها، أسميها ملكة الثلوج. الآن أدركت أنها كملكة الثلوج، ستدوم، تختفي، تتسرب إلى أعماق الأرض حين تسطع شمس الأجل. وهي هل تعلم؟ طبعا لا، ولا أريدها أن تعلم يا بني. سنتحرك اليوم. بعثت بسعد قبلكم إلى الشاليه لتجهزه لكم. كل دقيقة هناك ستكون لها بمثابة عام كامل من السعادة. أعدك بهذا. ما لكم؟ مفاجأة. ما هي؟ بل أكثر من مفاجأة. أخبرني ما هي. سنقضي معا عطلة طويلة مع الثلج.
عندي اعتراف. إذا اجلس واعترف. أنا لا أحسن الكلام. المهندسون يحسنون الرسم والتخطيط أكثر من الكلام. أحبك يا لميس. خجل من حبك؟ لا، أشعر بارتباك. لميس، هل أخطأت؟ حبك تعترف به بين الثلوج، حبك والثلج، هذا كثير علي، هل أحتمله؟ وإن احتملت أنا، هل يحتمل الثلج؟ حرارة الحب ألا تذيبه؟ ملكة الثلج. هيا يا قسالة، هيا انهضوا انهضوا يا قسالة، طلع النهار. لما لا تسقطين ميتة؟ انهضوا أفيقوا سنعود إلى البيت. بلا تقحنك جربي فكرة جديدة. العاصفة تهب ستقتلع الشاليهات. متى أفيق من النوم على وجه جميل وكلمة رقيقة؟ انهض. يا إلهي، لا أذكر أني أفقت يوما وأنا نشيط. اسمع شفيرة ماجد، إنه يشكو من انتفاخ في غدد أنفه. صوت شفيري كصوت البقر. إما أن يقصر طولي أو يزداد طول هذا المقعد. ابعث بقدميك إلى المصبغة. ماذا يرى؟ كنت ميتا وجاء يوم القيام. من الذي يشخر في نومه؟ كيف تخرج هذا الصوت من أنفك ولا تنقذ نفسك؟ والآن تفضل الشاي. ما هذا شاي؟
هل سلقت أرنبا فيه؟ ألا يعجبه؟ يا إلهي، إنه يشخر حتى في الأكل. صباح الخير شباب. صباح الخير. كيف قضيتم الليلة؟ على أنغام سيمفونية أنف ماجد. والمهندس شخص المرض بعد أن جعل نفسه طبيبا. لماذا تهاجم المهندسين دائما؟ لا يحبهم، لا يفهمهم. المهندسون يقولون بأن العلم كسر القالب بعد أن أخرج المهندسين. هذا ما فعله العلم تماما، كسر القالب، ولكن على رؤوس المهندسين. أتدرين يا أختاه، أنت فعلا تجعلين الصباح جميلا، لأنك أحب أخت على قلوبنا. أحب أخت؟ ألك أخت غيري؟ ليتني أستطيع أن أقول عنكم نفس الشيء. أنتم أكثر الناس فوضى وكسل. ها أنت تجرحين شعورنا. هيا إلى الإفطار، أم أبعث لكم سعدة؟ لا 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 داعي. لا لا سؤال يا أنسة. سؤال واحد فقط. هل نعلن خطوبتنا هنا؟ لا يهمنا أين نعلنها، المهم أني علمت، والدنيا لا تسعني من الفرحة، والمهم أنك أعلمتني على الثلج النقي الطاهر الأبيض الجميل. الأشياء تبدو كالحلم. طارق، هل تحبني حقا؟ أنا وثقت من حبي بعد. يبدو حبك أيضا كالحلم، ربما لأن مصارحتك لي كانت مفاجأة. حين سمعت اعترافك تجمدت، صرت كالبلهاء، حدث الأمر بسرعة. ماجد، لم أعد أحتمل، أضحك وأمرح وأمثل السعادة. طارق، علينا أن شيء فظيع. لا تحتملان؟ إذن صريحها بالحقيقة. لا، إذن علينا أن نمنحها أياما من السعادة. أنا وحصيب نتعذب، إنها أختنا. ولكن أنا ماذا؟ أنت من يضحي، قد تضحي بحبك. التضحية
أعظم من الحب. رباب؟ إذن فالإشاعات صحيحة، وها أنت تجلس مع أخوتي الفرسان. رباب، ولم تكن بحاجة إلى بث العواطف، لم يرغمك أحد. رباب، لا بأس، عرفت قبل فوات الأوان. آنسة رباب، لحظة من فضلك سأشرح لك كل شيء. لا لا يا ماجد، لست مضطرا. وأتركك بين هؤلاء المتوحشين؟ لا يا سيدتي، لن تحتمل خدمتهم يوما واحدا. رباب غير معقول. رباب، أية مفاجأة هذه؟ كنت مرة من هنا فأحببت أن أمر عليكم لأسلم. للتسليم فقط؟ لا يا رباب، ستقضين معنا يوما أو يومين، ولكن سنتصل بأهلك تلفونيا ونطمئنهم. سعدة! لميس! لا تعترضي. سعدة! نعم. تعالي معي لنجهز لها مكانا للنوم. رباب، رباب، ستفسدين الأمر يا رباب. ازدادت سعادتها، ليبقى الأمر هكذا. هذا الجمال، هذا الشباب، هذه الحيوية، كل هذه السعادة التي تقفز من عينيها، كل هذا يا إلهي يا إلهي. الأمر في غاية البساطة، ليس فيه أي إزعاج. ثم إنك ستكونين إلى جانبي مع هؤلاء الغلال. أجل، الحق معك يا لميس. وعندي أيضا ملابس إضافية للتزلج. بالمناسبة، هل تحبين الثلج؟ كثيرا. اتفقنا إذن. ما بكم تقفون جامدين؟ ماذا نفعل؟ أتنوون قضاء الليلة دون عشاء؟ حسنا، لما الغضب؟ سنذهب لنتسوق. لما لا تذهب سعدة؟ ألا تخجل من بخلك؟ العشاء الليلة سيكون خاصا. هيا بنا. هاي رباب، عندي خبر جديد سيفرحك كثيرا. مبروك يا لميس. علمتي؟ هؤلاء الأشقياء الثلاثة، أما كان بإمكانهم الانتظار؟ طارق لا يستطيع أن يخفي فرحته، إنه محب يا لميس. حين يذوب الثلج سنتزوج ونرحل بعيدا لنقضي شهر العسل في بلاد لم يذوب ثلجها بعد.
ماذا أسى؟ أنا بخير، مجرد صداع. الآن أحب الصداع. لا تقولي هذا، أظهر حبك لي وخوفك علي. حسيب، ما الذي تنويه؟ سأغني. لماذا تضحكون؟ أنت لا تحسن الكلام، فكيف بالغناء؟ سترى. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى والذكريات صدى السنين اللحاكي ولقد مررت على الرياض ولقد مررت. صفقوا. غير معقول. لماذا أنت لا تتأتي في الغناء؟ وصوته جميل. هذا أغرب ما رأيت. لي صديق يتأتي أكثر مني، أتعرفون ماذا يفعل؟ لا. مذيع في الإذاعة. وحين يذيع لا يتأتي أبدا حقيقة. العشاء.
خذ بيدها يا طارق. أبي أهلا وسهلا. ما تشرفت؟ في نفس اليوم الذي جئت فيه. وأين تنزل؟ في الفندق. ولكن لماذا؟ لا أستطيع البعاد عنها يا ولدي. ولماذا لم تنزل معنا في الشاليه؟ بوجودي لا تنطلق لميس، ولا أريد أن أقيدها، ولكني لم أكن بعيدا عنها أبدا، كنت دائما قريبا منها، أنظر إليها، أراقبها، وأتعذب لأكون إلى جانبها حين أبي. لا بأس يا ولدي. أين هم الآن؟ في حقول التزلج. حسنا، اذهب إليهم. ولكن لا عليك يا ولدي، أرجوك ابقى دائما إلى جانب أختك. ألو دكتور، أنا ماجد. أجل، الأمر يتعلق بلميس. أجل، الأعراض. مهما كان الأمر يجب أن تأتي حالا، بسرعة أرجوك. لميس، أنا
أتركه لا أرى. ماذا حدث؟ ماذا لي؟ هذا من أثر الوقعة. لا، قبل أن أقع. طارق، أين طارق؟ أنا هنا يا لميس. أعطني يدك الآن. الآن أنا أفضل، ولكن رأسي، الصداع، يدي ينفجر. لا بأس يا لميس، قريبا فيذهب كل شيء. ماذا تظن؟ إنها نهاية. لا يا حسيب، لا تقل هذا. لميس، ابنتي لميس. أبي، أنت هنا؟ وصلت قبل قليل يا ابنتي. كنت سأتصل بك، فكرت بأن تقيم حفلة الخطوبة في الهواء الطلق. أجل، على الثلوج. أجل يا ابنتي. ولكن رأسي، الصداع. هل اتصل أحدكم بالطبيب؟ أجل، إنه قريب منا، سيأتي بعد قليل. سأخذك إلى السرير. خذها يا طارق. دكتور، إنها الأعراض، تريد أن تراك.